عبد الوافي، أستاذ ديال الفلسفة المكتفي، يعني تقريبا أكثر من 48 ساعة حاليا مازال ما جال دارو في جبال المعسكر. كيفاش تكون الأمور ديالنا؟ أمورنا حالتنا حالة مع الاختفاء ديال الزوج ديالي. الحمد لله متابعي قناة شوف تيبي، بعد عناء صعيب، يعني بعد تقريبا أكثر من 4 كيلومتر يعني وسط جبال المعسكر، متابعي قناة شوف تيبي بارد اللي هو قارس. الحمد لله تم العثور على الأستاذ عبد الوافي ولله الحمد بصحة جيدة، ولو أنه عنده كسر يعني في الرجل اليمنى أو اليسرى دياله. الحمد لله رجال الدرك الملكي والسلطة الحمد لله المحلية قيمة بالواجب نتاعها ولله الحمد. عبد الوافي أستاذ ديال الفلسفة المكتفي، يعني تقريبا أكثر من 48 ساعة حاليا مازال ما جال دارو في جبال المعسكر. متابعي قناة شوف تيفي، غادي نخليكم متابعي قناة الشعب الساكنة كلها كتقلب، الأساتذة أيضا الأصدقاء ديالو كلهم كيقلبوا، لحد الآن مازال ما بلوا الأطار. أيضا غادي نخليكم متابعي قناة شوف تيفي مع الزوجة ديالو. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. كدير أمك؟ نتمنى له الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي ربي. كيفاش تكون الامور ديالنا؟ امورنا حالتنا حاله مع الاختفاء ديال الزوج ديالي. كنتمنى ان شاء الله من السلطات ان يديروا اكثر من المجهود ديالهم، لان هنا درجه البرد تحت الصفر، بناقص 3 تحت الصفر، 4 تحت الصفر بالبروده. كيفاش هاد الانسان يقدر يتحمل هاد البرد كامل؟ فوقاش خرج هو وكيفاش خرج مولف كيدير هاد الرحله؟ لا ما مولفش، هادي اول مره واحده خرج مع الاصدقاء ديالو، وهادي ثاني مره يخرج بوحدو. خرج مع يوم الاحد مع 12 و 10 دقائق. قال لي غادي يمشي، قال لي غادي يمشي غير شنو سميتو غير الشلال ويرجع. قال لي الماكسيمو الا تعطل الخمسه صافي. مع 4:30 بقيت كنصوني عليه، انا كنصوني حتى وصلت 11 الليل. خرجنا كنقلبوا عليه حلاوة الساكنة ديال تونفيت. فين كنتي كتتصلي به؟ يعني التليفون كيصوني؟ لا ما كيصونيش، البواط فوكال هي اللي كتشد. صافي مع 11 الليل خرجنا حنا والساكنة ديال تونفيت كاملة، والقائد المقدم والشيوخ كاملين كيقلبوا، والساكنة ديال تونفيت وانا الزوجة ديالو والمرأة اللي ساكنين عندها كارين عندها كذلك هي والابناء ديالها، كلشي تيقلب عليه. و كنعيطو بالاسم ديالو وبالاسم ديال المهنه ديالو كنعيطو عليه. والو الحمد لله، يعني سمعنا من الاصدقاء ديالو انسان خلوق، انسان خلوق ما كيأذي حتى شي حد، وانسان طيب ما كيأذي حتى شي حد، وعزيز على جميع الساكنه الجيران كلشي الجيران باش سمعوا ان راه اختفى كامل كيبكيو عليه. يعني هو مولف انه يعني عنده عزيز عليه هذه القضيه ديال اللي يمشي للجبال. هو عزيز عليه انه يتسلق الجبال، هذه اصلا الهوايه ديالو، ولكن ما عمره ما كيمشيش بوحده، كيمشي ضروري مع الاصدقاء ديالو. يعني انه كان حدد معاك الوقت انه ها فوقاش غادي يرجع تقريبا وهذه. قال لي مع 5 الماكسيمو ولا تعطلت غنجي. لابس مزيان في الدرجه؟ ما لابسش مزيان، لابس صوفيت ما وجاكيت وسروال، هادشي اللي لابس. حتى الطاقيه ما دايرش، دار غير كاسكيت خفيف. يعني لحد الان مازال ما كاين حتى شي معلومه، مازال كنجري. وحنا كل مره كنمشي عند الجندار
الحمد لله جندا داير خدمتهم، ولكن خصهم يديروا اكثر من الخدمه ديالهم. حنا كنطلبوا ان شاء الله يجيبوا المروحيه ويجيبوا الكلاب باش يقلبوا، ماشي يقلبوا غير هكا، كيفاش غادي يقدروا يلقاوه؟ ما عرفتش انا واش الزوج ديالي وقع له شي حاجه، ولا واش مهرس، ولا ميت بالبرد، ولا طاح عليه الثلج، ما عرفتش درجه البروده اللي كاين هنا تحت الصفر. هو في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في يعني بروده اللي كاين، واحد البرد اللي هو جد قارص بتنفيت اللي هو تحت الصفر، ربما واحد ربما جوج، يعني راه بروده اللي هي قاسحه وقاسحه بزاف تنفيت. الله يكون في العون. يعني الزوجه ديالو والاهل ديالو، هو من مدينه ورزازات، الام ديالو مسكينه عرفتي كدور تسطى بحال اللي كاين عندنا كنازه، لانها جايه في الطريق. اه جايه والعائله ديالي كلشي جاي، هادشي كانوا البارح جايين ودابا راه قال لك شادين الطريق. الحمد لله متابعي قناة شوف تي في بعد عناء صعيب، يعني بعد تقريبا أكثر من 4 كيلومتر يعني وسط جبال المعسكر، متابعي قناة شوف تي في برد اللي هو قارس. الحمد لله تم العثور على الأستاذ عبد الوافي ولله الحمد بصحة جيدة، ولو أنه عنده كسر يعني في الرجل اليمنى أو اليسرى ديالو. الحمد لله رجال الدرك الملكي والسلطة الحمد لله المحلية قيمة بالواجب نتاعها ولله الحمد. زيادة على ذلك متابعي قناة الشعب المنقذ الاول الحمد لله اللي كان معنا، اللي هو اللي لقاه الحمد لله يعني بعد انه طلع لواحد الجبل، وتم الاتصال يعني بالسلطه اللي جات الحمد لله وحضرت في الحين بعد تقريبا 3 ولا 4 كيلومتر باش اننا نوصلوا وسط الجبل ديال المعسكر. ولله الحمد الاستاذ يعني بصحه جيده، ولو انه عنده كسر يعني في الرجل اليسرى نتاعو ولله الحمد. كيف ما كتشوف متابعي قناه الشعب يعني رجال الدرك الملكي وسعادة القائد أيضا وكل من السلطة الحمد لله موجودة هنا والساكنة أيضا اللي مازال لحد الآن شي وحدين ما خبرهمش بأنهم لقيناه، لكن ولله الحمد قناة شوف تي في وحصريا بجبال المعسكر وسط جبال المعسكر برد اللي هو قارس تحت الصفر. الحمد لله الأستاذ بصحة جيدة، وغادي نخليكم متابعي قناة شوف تي في مع الحادث. ما حاجه غير تليفون ومنظر، قال لك التليفون ومنظر دي عندك سير التليفون راه كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في يعني رجال الوقايه المدنيه والدرك الملكي اللي الحمد لله يعني كيحاولوا ما امكن انهم غادي يتعاونوا ويهزوه. ملك الحمد ولله الحمد. بعد لقينا السيد على قيد الحياة، لقينا حوالي الثانية والنصف ليلا بجبل المعسكر، لقينا مسكين مهرس في الرجل وهادي شي يومين هو جالس تما. قلبنا الليل كامل الليل كامل الليل كامل من تسعود الليل. لا كنا غير جوج الناس، كنا جوج الناس، انا واحد الصديق ديالي اللي لقيناه هو تطوعنا وسهرنا الليل كامل، ما جاناش نعاس، ما بغيناش نعاسو حتى لقاوات السيد. لقيت لقيناه مسكين مورا واحد الحجره، هو راه سقط من الفوق، فقد الوعي ديك الليله الاولى. حتى الصباح مسكين جا كيحبو على رجلي. السؤال بدا السقوط داك الشيء باللي صعيب ما نقدرش. تقريبا تكون ديك 400 متر منين طاح، وفاش لقينا انا وداك السيد علمنا
القياده وسميتو وجاو عندنا والحمد لله راه السيد في المستشفى. لا ما هزيناه ما قصناه. هضرنا معاه لقيناه على قيد الحياه، لقيناه كيهضر مزيان. اول هضره قالها لي انا، قال لي هذه يومين وانا خرج على هو استاذ. قال لك ما قريتش هذه يومين وقيله غادي يفصلوني على الخدمه. هذه هي اول هضره قالها لي. قلت لي اللهم لك الحمد انت راك على قيد الحياه، الله هذاك هو الربح الكبير. هادشي اللي قال لي. قلت لي لا ما غاديش يكون ان شاء الله داكشي، غير اللهم لك الحمد راك على قيد الحياه، غير صبر معنا شويه راه بخير. تواصلنا بالسلطات المحليه رغم ما كاينش الريزو، تكرفسنا شويه في الريزو ما لقيناش باش نديكلاريو، اضطريت باش نطلع في الجبل باش نشد الريزو. اتصلت بالاخ ديالي والاخ ديالي اتصل بالمسؤولين هنا. يلا شدات لي النمره، واحد النمره ديال الاخ ديالي اللي شدات لي، هضرت معاه باش يهضر مع السلطات المحليه. لا هو راه كاين البرد، كاين البرد البرد بزاف، ولكن لقيناه باقي صبر مسكين، باقي صبر. هضر معكم، هضر معانا مزيان، سولناه لقيناه من باب الانسانيه، ما قديناش نصبروا. انا كنت معاهم في الدار مع العائله ديالي، قلت لهم راه ما غاديش نعس، غادي نمشي نقلب على السيد هذا، ما غاديش يجيني النعاس. ما يمكنش باش نخليو استاذ مليوح في الجبل، خصنا نلقاوه. ما عمرني عرفتو غير استاذ من باب الانسانيه مشيت. الحمد لله طوعنا. كيهضر مزيان، كيهضر مزيان، كيهضر مزيان، الراس من على الراس، غير هو فيه الضرابي، فيه داكشي، فيه الخضوريه سميتو، ولكن عقليا مزيان، عاقل مزيان. ايوا البرد راه ناقص، راه في ذاك الجبل الكبير راه ناقص، ربما يكون حتى رياضي. الرياضي مادام كيمشي لتما كيدير الرياضه استطاع باش يقاوم. السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. التحيه لك بعدا، وشكرا والف شكر لكم كساكنه وحتى للسلطات المحليه اللي في حاله استنفار في هذا الاثناء. كي درتوا حتى لقيتوا انت من الناس استاذ؟ عزيز العلو اقليمي ديال القياده في الدفاعي الجمعوي. نعم الدفاعي الجمعوي. هادشي اللي درنا تحيه نضاليه، هادشي اللي درنا واجب علينا. تحيه نضاليه، كنقدم الشكر لشوف تي في اللي حاضره معنا اليوم هذه الليله، وكنقدم الشكر للوقايه المدنيه وقيادات تنفيت والدرك الملكي ووزاره التعليم اللي حاضرين معنا، داروا المجهودات ديالهم ما نعسوش ليل ونهار. والمواطنين مع جوا هذيك المغرب، مشيت انا وواحد الصديق ديالي اللي هو عزيز الناصري، مشينا تقريبا شي عزيز اخويا عزيز الصديق ديالي اللي هو عزيز الناصري، مشينا تقريبا شي ستة كيلومتر اللي مشينا في الطريق، عاد وصلنا الجبل المعسكر. المعسكر كاين البرد بزاف وكاين الثلج، حتى حنين خفنا نطيحوا تما، صعيب الحال. وبقينا كنقلبوا انا وياه تقريبا قول شي اربع سوايع وحنا كنقلبوا، وشويه لقيناه. قلت للصديق ديالي اجي راه لقيته هنايا، وجيت عنده قلت له واش هذا هو الاستاذ؟ في الاول قلت شي واحد اخر مضروب في وجهه، قال لي ايه. قلت له واش انت اللي كتقرب عند وزاره التعليم؟ قال لي ايه انا اللي كنقرب وزاره التعليم. وعيط للصديق ديالي عزيز الناصري، قلت له ها هو لقيناه، جاء لحدايا. قلت له مالك ياك شي باس ما كان؟ قال لي يا ودي تهرست من الرجل اليسريه واليد اليمنيه. قلت له ما كاين مشكل، غادي نعيط له السلطات. وقلت الصديق ديالي عزيز جلس معاه، ومشيت تقريبا عاوتاني واحد كيلومتر باش نلقى الريزو، باش نخبر قياده تنفيذ، ونخبر الدرك الملكي ووزاره التعليم والوقايه الميدانيه والمواطنين، ونخبر الوالده ديالو بانه راه لقيناه. نعم. كي لقيتوه انتم اخويا الحاله ديالو؟ الحاله ديالو لا يرثى لها، مضروب في وجهه، ما فيه ما يتشاه. شنو اللي وقع؟ يبان لك انت شنو اللي وقع؟ الواقعه الواقعه زلق طلع في الثلج، كاينه الثلج وكاينه والثلج شداتها السمره زلق مسكين وطاح. ومشى فاش طاح قال لي راه مشى نعس الليله كامله في الغيبوبه، حتى الصباح، حتى السبعه ديال الصباح ديال اليوم عاد فاق وبدا كيتحرك، ما بقدش ينوض، كيتحرك حتى وصل لبلاصه فاش ما كايناش الثلج، وجلس تما.
حتى وصلنا اليه وخبنا الدرك الملكي وقائد قيادة تنفيذ وزارة التعليم وجاو حتى هما داروا المجهود جالوا الجبال جاو تقريبا شي 5 كيلومتر الناس كيقلبوا يوم شي 3 ايام هذه الصوت المحليه والوقايه المدنيه كلشي دار المجهود ديالو يومين هذا ما تحت الفرصه حتى الليل كالجوج الليل جوج ونص الليل فاش لقيناه الواحد استاذي اسمع لي زميل ان الواحد تما باش يعيش 3 ايام في هذه البروده واش كتبان لك راه قاصح انا انا السي استاذ فاش مشيت قلت غادي نلقاوه ميت انا قلت ما غاديش نلقاوه حي لحقاش كنعسو في الديور وكيجينا البرد واخا كنديروا العافيه وكيجينا البرد قلنا غادي نلقاوه ميت ولكن الحمد لله الله كبير الله كبير راه داروا المجهودات ديالو وكنشكروا قناه تي في اللي حاضره معنا وطالعه معنا حتى الجبل المعسكر راه كاينه البروده راه شفتوا البلاد فين عايشين وكنشكروا السلطات اللي حاضرين معنا وكنشكروا التعليم وسي الخليفه وسي قائد وسي المساعده والدرك الملكي وكنشكركم والتحيه. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.